لقي شاب عشريني مصرعه مساء أمس السبت 31 يوليوز 2021 بحي مغوغة الصغيرة جراء عملية سرقة بالقوة غريساج تعرض لها. وحسب مصادر صحفية فإن الهالك البالغ من العمر 28 عاما والمنحدر من مدينة فاس والمقيم بمدينة طنجة كان في طريقه إلى منزله قبل أن يعترضه لص سلبهما بحوزته ليوجه له ضربات قاتلة بالسلاح الأبيض على مستوى القلب والعنق، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة بمستشفى الجهوي بمحمد الخامس. وشهدت المنطقة استنفارا أمنيا بحيث بدأت عناصر الأمن تحرياتها من أجل معرفة هوية الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.